صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأربعاء 4 تموز. إيقاف القروض السكنية إجراء بمفاعيل سلبية. جائزة جهينة بدورة السنوية للفنون التشكيلية وغيرها من التقارير المنوعة. أما ضيوفنا لليوم فهن سمر شمعون المنسقة التنفيذية لعملية اليوم السابع، لنحكي معها عن المخيم التدريبي يلي أقامته الجامعة اليسوعية بمنطقة البقاع الشمالي وحمل عنوان تربية على السلام، ورولا شيخاني من تجمع بيبكفيا لنحكي معها عن مهرجان الدراء يلي رح يقام بيبكفيا. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية الحلقة بتكون مثل بداية كل صباح مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية ومدام منى عمر العزي معنا على التليفون لناخذ منها تفاصيل عن طقس اليوم وكيف رح بكفي خلال الاسبوع. مدام منى صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله، كيفكم انتم؟ نحن منيح. وطقس الاربعاء كيف؟ كمان منيح. خير. في عنا ارتفاع شوي بالحراره اليوم، ارتفاع اضافي. اغلب الوقت رح يكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. بكرة كمان قليل الغيوم، ما حيكون في تغيير بدرجات الحرارة، ما في احتمال لريح ناشطة. نعم. وضباب كمان على المرتفعات. الجمعة كمان ما في تغيير بدرجات الحرارة، يعني حتطلع اليوم شوي بتستقر خميس وجمعة. الحرارة اليوم على الساحل بين 22 و 33، على الجبل من 17 ل 25، الأرز من 15 ل 27، كمان الداخل من 16 ل 39. الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر، الرطوبة على الساحل بين 60 و 85، البحر منخفض الموج وحرارة المي 27. هذا كل شيء. نتشكرك على وقتك ونتمنى لك نهار حلو. شكرا لك. صباح الخير جوال. صباح الخير بيارات لك لكل يلي عم بيتابعونا. جولة على أبرز عناوين صحف يلي صدرت اليوم ببيروت. اليوم الأربعاء 4 تموز 2018، ونبدأ مثل العادة مع عناوين صحيفة النهار. الحكومة الحركة البركة تفعل بعد الإجازات، ترميم اتفاق معراب قبل التفاوض على الحقائب بين باسيل وجعجع. الساحلي للنهار، 4 خطوات للحزب لتسهيل عودة النازحين. معارضة الجنوب السوري عودت تفاوض مع الروس. لا نتائج إيجابية لجولة روحاني، وسويسرا تنحني أمام تهديدات ترامب. محليا بصحيفة النهار، فارس من كركي، الثقة المدخل المؤاتي لمشاركتنا. وبالأخبار الاقتصادية، أدوية السرطان متوافرة ولكن إلى حين. وبقلم سمير عطلة، بلد رضائي. وبختم مع الصورة الرئيسية، لغة كل الشعوب بتغطي لأجواء حماس المونديال. وختاما وبخطوة فريدة ولأول مرة، مطعم أول يفتتح في إهدن، فريق عمله من ذوي الحاجات الخاصة. منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الحياة. دمشق تفاوض لموطئ قدم شرق الفرات، واتفاق شامل للجنوب في مرحلته النهائية. انفجار غامض في أكبر مستودعات أسلحة النظام في درعا. السعودية تؤكد استعدادها لتأمين استقرار أسواق النفط والإمدادات. روحاني يتحدى واشنطن قطع صادرات النفط. إيران تهدد الأوروبيين بمليون لاجئ وآلاف الأطنان من المخدرات. فيينا ترفع الحصانة عن الدبلوماسي الإيراني، وطهران تتهم مجاهدي خلق بتلفيق سيناريو. مأساة على سواحل ليبيا، وتسوية لملف الهجرة تنقذ ميركل. تحذير أمريكي من هجمات تستهدف الأجانب في السودان. وبختم مع الحياة بعنوان أخير، الموصل مدينتان في واحدة وبينهما النهر. من الحياة إلى المستقبل، وبتغطيتها أيضا لأخبار المونديال، الصورة الرئيسية لحارس إنجلترا عم بيتصدى لضرب الترجيح الكولومبي كارلوس باكا. وبالعناوين السياسية، أو خلينا أقرأ العنوان التابع للصورة، عبور إنجلترا بضربات الحظ. أما في العناوين السياسية، السعودية تضمن سوق النفط وإيران تهدد المنطقة. نتنياهو حريص على فك الاشتباك مع قوات النظام السوري. ترامب ينتقد إقدام أوباما على تجنيس 2500 إيراني بينهم مسؤولين. مدارات التأليف والهوة الفاصلة عن السياسة. النظام ينتصر على أطفال درعا ويرسلهم إلى المجهول.
الإمارات تجمد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية إرهابية. وبختم بقلم خير الله خير الله بين بازار طهران وبازار دمشق. من المستقبل إلى عناوين صحيفة الأنوار، سفر الحريري وباسيل يثير الشكوك حول قرب ولادة الحكومة. نجات فارس بعد لقائه البطريرك الراعي يؤكد استعداده لقبول منصب وزاري. المفتي دريان يستقبل النائب جمالي. العراق يبدأ الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع. محادثات أمريكية روسية حول سوريا. وبخبر مأساوي بصحيفة النهار، بهاء 12 سنة ضحية انتشار السلاح، معصورة للفتى الضحية بهاء زياد حليحل، إذا يلي قضى بأثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال لهوه بمسدس حربي بعود لولده. أكيد من عز أهله الله يرحمه. بعناوين أخرى، رفض أردني لطلب دولي بفتح حدوده أمام النازحين من جنوب سوريا. وبقلم المحلل السياسي، مشهد البلد اليوم فراغ تشريعي، عجز بالتصريف وأفق غامض. تدمير مخازن أسلحة للإرهابيين في سيناء. إنجلترا والسويد آخر المتأهلين إلى ربع نهائي المونديال. وبالأخبار الاقتصادية، بريطانيا تعاني من أزمة مياه نتيجة موجة الحر والجفاف. وبختم بقلم رفيق خوري، معركة ممثلي الطوائف في مجلس فيدرالي. إلى اللواء، وفي عناوين، ترتيبات الوقت الضائع، بعبدة تنهي القطيعة مع جنبلاط، بومبيو يتصل بالحريري قبل سفره، لبنان وسوريا على جدول قمة ترامب بوتين. اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا، والأمم المتحدة تحث الأردن على فتح حدوده، مباحثات أمريكية روسية حول جنوب سوريا، ونتنياهو إلى موسكو. وبقلم العميد الركن نزار عبد القادر، تعثر العهد ومخاطر السقوط نحو الدولة الفاشلة. قرصنة إسرائيلية لأموال الأسرى وعائلات الشهداء. فلسطين تهدد بالجنائية الدولية ومجلس الأمن. وفي اللواء أيضا، المملكة العربية السعودية تشارك بالمنتدى الاقتصادي العربي في بيروت. وختاما وبالأخبار الرياضية، ضمن مونديال 2018 ضربت موعدا مع السويد، إنجلترا عبرت كولومبيا بركلات الحظ. ومنوصل إلى صعب باللغات الأجنبية بترجمة للديلي ستار. وفي عناوين اليوم، محادثات بين ثوار سوريا وروسيا حول اتفاق السلام. هدنة القوات والتيار تهيئ للقاء بين جعجع وباسيل. وختاما، التحالف يضرب الثوار اليمنيين خارج الحديدة والمدنيون يهربون. منتابع مع لوريان لوجور، وبعنوان الرئيسي، إنه زمن الترقيع. وبعنوان آخر، تأكيد الانتشار الروسي على الحدود السورية اللبنانية. جولتنا منتابعها مع عناوين صحيفة الشرق. وبعناوين الرئيسية، مساع جدية لعقد ونجاح لقاء جعجع باسيل، العقدة الدرزية بين عون وجنبلاط في بعبدة اليوم. عقوبات إماراتية ضد شركات وأشخاص إيرانيين. طربي، ضرورة علاج فوري للملف الاقتصادي. نجاد، عصام فارس لحكومة منتجة تواجه التحديات. المرونة والتوقيت في قيادة الأمور، بقلم عماد الدين أديب. وبعناوين أخرى في صحيفة الشرق، محادثات نفطية روسية سعودية. مرصد الفتاوى التكفيرية، علاقة بين داعش وإسرائيل. وبختم بقلم عون الكعكي، عالم فاقد الإنسانية. من الشرق إلى الشرق الأوسط، رفع الحصانة عن دبلوماسي شبكة الاغتيالات الإيرانية. المعارضة وصفت أسدي بالعقل المدبر، وترامب يدرس إدراج الحرس في لائحة الإرهاب. الشرق الأوسط في الأربعين، التجديد حارس الاستمرار. قوات النظام السوري تقترب من حدود الأردن. يحتجز 833 قاصرا من 14 جنسية. العراق يدعو دول الدواعش لتسلم أطفالهم. تصاريح من التحالف لثماني سفن متجهة إلى موانئ اليمن. الحوثي يرد على مساعي جريفيث بالتصعيد العسكري. السويد تجتاز عقبة سويسرا، وضربات الترجيح تنقذ إنجلترا. الرئاسة الفلسطينية، قطع إسرائيل أموال الضرائب إعلان حرب. وبختم بعنوان أخير، أول رئيسة لبلدية العاصمة التونسية. من بعد الشرق الأوسط بنوصل إلى الجمهورية، بتكون المحطة الأخيرة ضمن جولتنا على عناوين الصحف يلي صدرت اليوم. وفي عناوين الجمهورية، التأليف في إجازة المؤلفين. لبنان وقوات الردع العربية
في سوريا. وبالأخبار الرياضية، إنجلترا تعاني لتخطي كولومبيا وتضرب موعدا مع السويد. وبختم مع صورة رئيسية، باسيل لجعجع لن نتنازل. ومع صورة الجمهورية بنكون عم نختم جولتنا على عناوين الصحف. فاصل أول ومنرجع من بعده لمتابعة أخبار صباح، خليكن معنا.